مشاهد مؤلمة تحاكي واقع اعتاد عليه السكان في قطاع غزة، أياد مبتورة وأجساد ممزقة وأفكار جسدها مجموعة هواة من غزة في أفكار تعلموا من خلالها فن الخدع السينمائية وعملوا على محاكاتها. طبعا مجال الخدع السينمائي مجال يخدم السينما وايضا المجال الصحي. احنا طبعا الحمد لله بدينا ناسس في مجال الشركه في قطاع غزه، الاولى في قطاع غزه بتهتم في مجال الخدع السينمائي والمكياج السينمائي بالاصح. الفريق طبعا عندنا فريق من 5 اشخاص، في عندنا شباب وفي عندنا بنات، لانه في بعض الاصابات تحتاج بنات، فيكون في عندنا فريق خاص متدرب على مجال الخدع السينمائي بشكل جيد. يجول الشاب العشرين عبد الباسط اللولو برفقة مجموعته التي اعتمدت هذا الفن القائم على الخدع البصرية، يسلط هؤلاء الضوء على المواهب التي يحفظها المبدعون بغزة. انا بديت في المجال هذا قبل ما اسس الشركه وقبل ما اسس اسم الشركه، كنا المجال هذا مش متوفر كثير في قطاع غزه، والثقافه عندنا في قطاع غزه مش منتشره في مجال الخدع السينمائيه، لانه في اللي هو جروح وبتر، والناس في قطاع غزه خلاص متعوده على الحروب والامور هذه، ولكن هذا المجال له دور كبير في المجال السينمائي والمجال الصحي. الفنانة التشكيلية مريم صلاح واحدة منهم، تخفي بين يديها الناعمتين وطموحها الكبير صورا لهذا الفن، وتضاهي به خبراء الميك اب والخدع على مستوى السينما العالمية. اللي بنحلم فيه وبنطمح فيه احنا كجروب الخدع السينمائية انه نفتح شركة كبيرة ويكون عندنا شغلنا عالمي ونشارك في الخارج يعني. وعلى الرغم من عدم توفر الإمكانات المطلوبة لهذا الفن أو وجود تخصص أكاديمي يتقن هؤلاء عروضهم، معبرين عن آمالهم في إيصالها للعالم أجمع. مثنى النجار، غزة، فلسطين المحتلة.